طالما حاجه بقى طالما بتتكلموا على اتحاد اللجنه تبع اتحاد الكوره مش تبع هقول لك بقى ماشي. هقول لك بقى معلومات مش هي مسؤوله عن تنظيم المسابقه ايوه طيب. هقول لك معلومات والمعلومات دي طالعه من بدري جدا لجنه الانضباط اتخذت قرارات وبعتتها للاتحاد اه يعني من ثلاث اشهر الكلام ده ايقاف جوميز اربع مباريات في الدوري ايقاف مروان حمدي ست شهور ايقاف سعد دكتور سعد شلبي مدير تنفيذي الاهلي والاستاذ الجرحي والاستاذ سراج وعدم دخولهم الاستاد مباراتين ايقاف امام عاشور والشحات اعتقد برضو مباراتين مش مؤكد مش متاكد ايقاف الشيبي ثلاث مباريات وممدوح عيد لمده شهر عن دخول المباريات لعب الاهلي مباراتين بدون جمهور تمام دي قرارات أيوة. لجنه الانضباط والاتحاد الكره مش راضي يعلنها استاذ الدرج اه في الدرج اتحاد الكوره اضعف من الانديه يعني القرارات دي اللي قالتها لجنه الانضباط او اللي اقرتها لجنه الانضباط وبعتتها لاتحاد الكوره اتحاد الكوره بيؤكد دايما مرارا وتكرارا ان هو اضعف من الانديه الانديه اقوى من اتحاد الكوره في اعضاء مجلس اداره في القرارات دي في النادي الاهلي يخاف اتحاد الكوره ياخد قرار ضدهم في اسماء اتحاد الكوره ما يقدرش يواجهها فبالتالي احنا محتاجين اتحاد كوره قوي لما يبقى عندي اتحاد كوره اقوى من الانديه ساعتها تعظيم سلام اي قرار للجنه من لجان اتحاد الكوره الكل هينفذها لكن اتحاد كوره بالشكل ده واللي احنا بنشوفه انا شايف ان اتحاد كوره ضعيف جدا واحنا مش يعني مش اتحاد الكوره الاسماء دي فقط يا كابتن خالد احنا بقالنا فتره طويله اتحاد الكوره مستكين وكل المجالس اللي بتيجي غالبتها بتبقى اضعف من الانديه وخصوصا النادي الاهلي وخصوصا النادي الاهلي ثم نادي الزمالك. طيب هنطلع لفاصل ونكمل حوارنا في القصه دي بس انا متفق معاك ليه؟ لان اللي بيجي الاتحاد بيبقى زي ما يكون حد جايبه تمام؟ وما هو بيجي فمالوش ظهير ولا مثلا بيعمل حساب الدوره اللي بعديها لعيب كوره وشغل ولا مثلا هو بيشتغل اربع سنين ولا مثلا ليه باع في العمل الاداري او يعني انا اقول لكم مثال يعني شخصيه محترمه جدا الاستاذ خالد رندلي شخصيه محترمه جدا تمام اساسا ولا كان في دماغه اتحاد الكوره راجل داخل في انتخابات النادي الاهلي ما نجحش راح داخل اتحاد الكوره يعني يعني والله ما بهزر يعني صح ولا لا يعني هو خلاص بقاله سنين في النادي الاهلي وكاريره ان هو عايز يكمل في النادي الاهلي وبعد كده ما حصلش توافق انه دخل مع الكابتن محمود خطيب فدخل كامين صندوق وكان قبليه امين الصندوق حصل بعد شيء بعديها بخمس ايام راح الناحيه الثانيه يعني فاهم قصدي؟ يعني ما فيش كابتن انت قلتها تصور استراتيجيه انت قلتها هو مين اللي جايبه؟ الجمعيه العموميه خلاص بيجي الاربع سنين الاولانيين بيشتغل عشان الاربع سنين التانيين النقطه اللي حضرتك قلتها دي موجوده حاليا حتى بس مش الاستاذ خالد عشان كده حاليا في ناس في الاتحاد والرابطه بيدوروا هيبقوا فين انا عشان كده وانا بقول لكم ان حازم امام ما كانش عايز يجي من هنا يروح هنا ولا بركات كان عايز يجي انا بقول لكم يعني تمام في الاتحاد السابق يعني ولكن في النهايه بس انا راجل عايز افضل في مكاني بس عايز اقول حاجه بس حازم امام وبركات اتظلم لا انا لا حازم امام وبركات اتظلم نطلع فاصل ونرجع لكام حوار ما ظلموش هنطلع فاصل يلا عندهم 100 فرصه انهم يستفيدوا